بالتأكيد سؤالي الأول ليك وهو يخص المواجهة النهائية ما بين فريق نهضة بركان ونادي الزمالك في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، كيف تنظرون لهذه المواجهة الكبيرة؟ نعم، ففريق نهضة بركان فهو بحكم أنه متأهل إلى الدور النهائي وله الشرف بأن يكون ضمن هذا الدوري النهائي، ولنا الشرف كذلك أن يكون النهائي عربي خالص، وبالتالي فالفريقين معا فأكيد أنهم سيعطونا كرة مادة دسمة في كرة القدم وصورة راقية للكرة الإفريقية، وكذلك عنوان وله دلالات في تطوير كرتنا القدمية سواء داخل المغرب أو في الشقيقة مصر. مباراة الذهاب إن شاء الله هتكون في المغرب، متوقع حضور جماهيري قد إيه في هذه المواجهة؟ نحن في نهضة بركان فالجماهير جزء من مكوناتنا الكروية، فبالتالي فهم حاضرون في جميع المواقع جميع النزالات الكروية، وبالتالي فنحن نعتمد على اللاعب رقم 12 الجمهور الذي سيكون كالعادة مساندا لفريقه ولم يتخلى عنه قيد أنمول. العدد المتوقع حضوره؟ سعة الملعب البلدي فهي 12500 متفرج أو أكثر بقليل. عظيم جدا. الزمالك واجه دريمز في نصف النهائي، هل كنتم تتمنوا مواجهة نادي الزمالك أم مواجهة الزمالك بالنسبة لكم ستكون صعبة؟ لا شيء في كرة القدم مستحيل أو صعب، فكل مباراة لها خصوصيتها، هذه مقابلة نهائية فالمقابلة النهائية لها خصوصيتها، وكذلك لها عدة مدخلات الجمهور، مدخلات الجانب التقني، مدخلات الجانب التكتيكي، مدخلات الجماهير، نفسية اللاعبين، الاستعدادات لهذه المباراة، وبالتالي فنهضة بركان سيخوض المباراة النهائية في ملعبه كباقي المباريات، ولا يكترث بشخصية المنافس، بل سيدافع عن حقوقه عن حظوظه إلى أبعد حد، وكل هنا في نهضة بركان يأمل في الظفر بهذا الكأس، وبالتالي فكرة القدم لا في نتائج كرة القدم لا تعاد كل مرة سينتصر فريق ما، بل هي تؤمن بحظوظها كاملة، وبالتالي فهي عازمة كل العزم على خوض كل اللقاءات بالجدية والصرامة المعهودين في خطة عملها القاضية بالتنافس والروح الرياضية الشريفة، خصوصا أن هذه المباراة ستلعب مع فريقين عربيين خالصين، وبالتالي فهم أشقاء وللغة الميدان لغة أخرى غير هذه اللغة، هي لغة التنافس الشريف والروح الرياضية. أسألك عن عمر العرجون، هل هو جاهز لمباراة الزمالك أم سيغيب؟ كل اللاعبين جاهزين، عمر العرجون لا يعتبر فرد من المجموعة، فهو عمر العرجون أو غيره ليس هناك تمايز بين لاعبين، الكل جاهز لخوض هذه المباراة، سواء لعب العرجون أو لم يلعب، سواء لعب فلان أو لم يلعب، فالعرجون فعلا كان معاقبا بمباراة واحدة ولم تلعب ضد الاتحاد العاصمة، وبالتالي له الحق حسب رأيي في خوض المباراة. أما حين الغيابات سيدخل فلان أو كل الذي يدخل ضمن التشكيلة سيعطي ما في جهده من أجل دينامية الجماعة، من أجل الفوز إن شاء الله، لما لا.